السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم لاباس؟ ايوا نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وميماتي الغاليه تحت نتوما ديما ما كنساكمش. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، هذا فيديو جديد ونهار جديد معكم اخواتي الغزالات. الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. نبداو ديما على صلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيديو البنات هذا مع الصباح الغزاله ديالي، المهم هنا شي تسعود صافي هنايا نهوت البنات هكذا، غسلوا وجوههم، لبسوا حويجاتهم، شطليهم البنات. ايوا صافي اول مره غادي يمشوا للمدرسه. المهم قلت لهم سيروا، لان مشى باباهم قيدهم، خلص لهم الخلاص ديالهم داكشي اللي كيخلصوا في المدرسه. المهم غير العموميه البنات. ايوا صافي وصافي فيقتهم لان صدعوني بغاو يمشيو. ايوا صافي قلت لهم راه باقي مازال ما نبداوش هكذا القرايه. المهم خليتهم هكذا يمشيو، داروا واحد التيست البنات هنايا، هنا راه الاء دعاء كتقلب على البندو ديالها ما لقاتوش، وباباهم وقف كيتسنى فيهم. قلت لها صافي غير سيري ماشي مشكل. انا كنت كنشد لهم البنات واحد التصويره ديال المينياتور، فهمتوا البنات؟ ايوا هادشي اللي كاين. الله يخليكم اختي وليداتكم. اول هكذا نهار ليهم ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا ربي. المهم راهم مشاو البنات ودخلوا الاقسام ديالهم وداروا واحد الطيست البنات. صافي لقاو القسم خاوي، يعني في غير بعض الوليدات صافي باقين هكا الوليدات ما جاوش. هنا راه باباهم كيتسناهم البنات. صافي هنا شديت عليهم، هنا ما كنتش لابسه داكشي علاش البنات ما شديتش عليهم على الزنقه. ايوا هادشي اللي كاين. صافي هما غير مشاو ان شاء الله، مشاو هكا المدرسه ديالهم. وكي قلت لكم دوزوا واحد الطيست هكذا، المهم ما عرفتش اول مره غيدوزوا هاد الطيست هذا. كيعطيوهم هكا شي تمارين كي يقولوه لهم وهما كيجاوبوهم وصافي. كيشوفوا الوليدات واش باقيين شادين اولا ما شادينش. وصافي هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. صافي هنايا قلت لكم غير مشاو. صافي غسلت وجهي حتى انا. المهم البنات طلقت هنايا صوره الكاف، دخلت اختي دوشت. ايوا صافي غير دخلت دوشت، يلا خرجت من الدوش هما جاو، يعني جاو رجعوا لي مع 10:30، يعني هما مشاو مع التسعود ورجعوا لي مع 10:30 البنات. صافي ما يعني ما قراوش، فهمتوا؟ ما شدوهمش البنات. صافي قالوا لهم حتى نهار الاربعاء ان شاء الله، دابا مع العيد البنات نهار الاثنين ان شاء الله. ايوا صافي يمكن حتى الاربعاء ان شاء الله ونصيفطهم عاوتاني ونشوف ان شاء الله واش غادي يبداو ولا مازال. المهم راه مازال ما بداوش عندنا حنا البنات، كنقول عليكم كنقول لكم راه مازال، يعني كنشوف هكا البنات في اليوتيوب، يعني وليداتهم غير في العمومي، ويعني وليداتهم بداو هكذا بداو كيدخلوا قيدوا لهم هكذا الكتوبه شنو غادي يجيبوا. حنا مازال اختي مازال اختي كل مدرسه وشنو هادشي اللي كاين. نتمنوا ليهم التوفيق والنجاح ان شاء الله يا ربي. صافي قلت لكم راه هنايا راهم رجعوا ليا مع 10:30 البنات. انا كنت دخلت البنات دوشت وصليت صلاتي وداكشي، وجيت كنجمع هنايا في الصالون، ما ندور على الدار، غادي نجمع الدار كامله معاكم. ايوا ها نتوما معايا الغزاله ديالي. هنا راه جاوا البنات صافي بدلوا حويجاتهم حطوهم، وصافي انا بديت هكذا كنجمع في الدار باش ان شاء الله نمشي نصب هكذا الغديوه ديالي. ايوا هذا النهار فقنا يا اختي بكري الحمد لله. صافي المهم رجعنا يا اختي الفياق بكري. بصراحه الفياق بكري زوين، كتنظمي الوقت ديالك، شحال من حاجه كديريها كتكملي بكري، ماشي بحال العطله. انا راكم عارفين العطله كنفيقوا وليت زعما كيقراو حتى ل 11 12، صافي كتنوضي كتفطري كتبقاي جالسه شويه شاده التليفون ايوا صافي. الواحد كيرتاح ضروري من العطله البنات، نرتاحوا حنا والوليدات حتى هما يرتاحوا مساكن. ايوا ولكن ملي كتبدا القرايه راه كيبدا يا اختي النوض بكري وتنوضي الوليدات الوقيته هكذا اللي غيدخلوا. صافي ايوا صافي البنات الغزالات ديالي. صافي هنايا غادي نجمع معكم هنايا الصالون، غنجمع معكم المراح بيت النعاس. المهم الدار كامله يا اختي، راني انا جمعت البنات نهار الخميس راكم شفتوا، جمعت الدار سيقت. بالنسبه للسياق ما سيقت، دوزت غير واحد الشفيفه هكذا فيها صاني كروا شويه جافيل. صافي مع كيدخلوا ليا خرجوا ليا هكا للطواليط مع الكولوار البنات كيخرجوا برجليهم هكذا فاسقين. راكم عارفين واخا حاطه الطابي وداكشي ضروري، راكم عارفين الوليدات كندوز هكا شي تجفيفه ناشفه وصافي.
ايوا نتمنى ان شاء الله اختي يعجبك الفيديو. خواتاتي الغزالات الكبيدات ديالي الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. الا اختي دخلتي الفيديو عافاك حبيبه ديالي ديري اختك واحد اللايك شجعيني باش هكذا القناه ديالي تزيد اختي القدام. الله يحفظ لكم وليداتكم والله يعطيكم اختي قصر في الجنه اللي كتعاون معايا واللي كتدخل عندي وكتفرحني. بغيت ربي يفرحها دنيا واخره ان شاء الله. الله يجزيكم بالخير والله يحفظكم ليا. تحيه لكم في ما كنت الغزالات ديالي الله يحفظكم. شكرا خواتاتي الغزالات اللي دخلوا عندي جدادات المتتبعات اللي قالوا لي راه حنا اول مره يعني صادفوا مع القناه ديالي. مرحبا بكم اختي الدار داركم اختي راه القناه راه قناتكم. قولوا كي اللي بغيتوا قولوا داكشي اللي عجبكم. انا راه ما كنتقلق من حتى شي حاجه والله البنات الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. هنا راه جانا يلاه كانت فاقت ميم راه سمعتني بغيت بيراتور مشات يا اختي جابت بيراتور ميم هنا باقا دايخه. قلت لها انت جلسي هنايا حتى توقدي مزيان. ايوا انا اختي ضربتها قلت لكم تدويشه وان شاء الله هكذا وخرجت اختي صليت وبديت الشقه ديالي في الدار. ايوا كي قلت لكم الغزالات ديالي نتمنى ان شاء الله تكونوا فرحانات واللي كدير اختي اللي كدير اختها اللايك بغيت ربي اختي ربي يحفظك وبغيت ربي يسهل عليك وبغيت ربي يرزقك من حيث ولا تحت سبيل البنات كاملين. رانا كنمشي غير كندعي مع البنات يعني غير وحده بوحده راهكم كاملين غزالات وغاليات على قلبي ربي اللي عالم البنات الله يجزيكم بالخير. وواحد المتتبعه من الجزائر الكون ديالها سميتو الاء الاء قالت لي دعي لي مع بنياتي ودعي لي مع الولد ديالي. المهم راه كنعقل على التعاليق واخا ما عنديش شي تليفون والله ما كرهت كاع نقرا التعاليق ديال البنات كاملين نقراهم ليكم ونعطيكم التحيه فين ما كنتو. صافي وقالت لي دعي لي مع الولد ديالها عنده البكالوريا عجبتها القناه ديالي بغيت ربي يسهل عليك الحبيبه ديالي على المشاهده ديالك. شكرا ليك على داك اللايك اللي درتي ليا وعلى التشجيع ديالك على الكومونتيرات اللي خليتي ليا ربي يحفظك اختي. بغيت ربي يسهل لك على وليداتك وعلى بنياتك وعلى الوليد ديالك ان شاء الله ان شاء الله ينجح لك في البكالوريا ان شاء الله وتفرحي به وتشوفيه ان شاء الله في مرتبه عاليه ان شاء الله. بغيتك تشوفيه ان شاء الله موظف يا اختي وتا هو بالطوموبيل ديالو ان شاء الله ان شاء الله كلشي عند الله قريب اختي. راه داكشي اللي حلمتي في وليداتك وزيرتي وليداتك في القرايه وكيبغيو هما يقراو راه ربي غادي يسهل عليهم يا ربي وتشوفيهم كيف بغيتي. بغيت ربي يسهل عليكم كاملين البنات كيف قلت لك اختي. بغيت ربي يسهل عليك على وليدك والله ينجحوا ليك وتفرحي به ان شاء الله ويجيب لك البكالوريا ان شاء الله ربي يحفظه لك يا ربي ويحفظ لك حتى بنياتك يا ربي يا امين. شكرا لك على التعليق ديالك ومرحبا بك عندي في القناه نورتي القناه ديالي. وتحيه لك حبيبه ديالي من المغرب حتى الجزائر وتحيه لك اختي من الداخله يا اختي حتى الجزائر. المهم المغرب اختي والداخل المدينه فين ساكنه فيها انا. مرحبا بك حبيبتي والف مرحبا نورتي القناه وشكرا لكم كاملين الغزالات الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. نورتوني بداك الكلمات الزوينه اللي كتخليو ليا الله يحفظكم يا ربي. وبغيت نشكر واحد المتتبعه وندعي معاها حتى هي قالت ليا دعي معايا. المهم الكونت ديالها ما سميت ما فيش سميه البنات. المهم هي غادي تعرف الدعوه اللي خلاتها قالت لي دعي معايا. كنقول لك حبيبه ديالي شكرا لك على المتابعه ونتمنى ان شاء الله تكون عجباتك القناه. وشكرا لك حبيبه ديالي قالت لي تبارك الله عليك ما كاين غير حداقه والتعويض ربي يخليك حبيبه ديالي. وقالت لي دعي معايا عندي بنيه وبغات وليد الله يسر ليا بحال هكذا. المهم سمحوا لي البنات راه غير كنقرا التعاليق وكندخل عاوتاني باش نكمل معكم المونتاج. المهم البنات قالت لي دعي معايا عندها بنيه بنيته الله يخلي لك بنيتك اختي وهي دابا راها حامله بغات شي دعيوه ان شاء الله يكون عندها شي وليد ان شاء الله يا ربي. كنقول لك اختي الله يفرحك بوليد ان شاء الله يا ربي اللي بغاها لك ربي هي اللي غتكون بحال بنيته بحال وليد. ولكن ضروري الام ملي كتكون هكذا عند البنيه ضروري كتبغي الوليد. كنقول لك اختي سري الله يسهل امرك والله يخلي لك اختي بنيتك والله يسهل عليك بشي وليد ان شاء الله والله يفكك على خير يا ربي.
كل شيء عند الله قريب البنات، اللي جا من عند الله مرحبا به، ولكن راه كتبغي واحد الاميه هكذا شي وليد. مهم راه كيف الوليدات كيف البنات، هذا الشيء اللي كاين. الله يسهل عليك حبيبه ديالي، دعيو معها البنات، الله يعطيها الفكاكه على خير يا ربي، والله يرزقها بشي وليد ان شاء الله يا ربي. استجب الله الدعاء ديالها، غير صلي يا اختي وقري سوره ياسين ان شاء الله. كيقولوا قري سوره ياسين، ربي كي اللي بغى الوليد زعما ربي كييسر. هادشي اللي كنسمع، الله اعلم، ما عرفتش البنات، ما عنديش باش نقول لكم راه انا عندي فكره على هادشي. المهم راه هادشي اللي كنسمع كيقول لك الا بغيتي وليد كتبقاي تقراي سوره ياسين بزاف، كتقريها في الصباح، تقريها ملي تبغي تنعسي تصلي بها. الله يسهل لك، الله يسهل عليك. انا ما كنعرفش في هادشي بزاف ديال الدين، ولكن اختي غير كنسمع هادشي اللي كاين. الله يسهل عليك حبيبه ديالي، وربي يستجب لك الدعوه ديالك يا ربي، وحنا ندعيو معاك وربي راه كيدير السبب. هادشي اللي كاين حبيبه ديالي، وشكرا لك، مرحبا بك، تحيه لك فين ما كنتي الغزاله ديالي، الله يحفظك ليا. شكرا الاخت نعيمه اللي خلات ليا حتى هي كتخلي خلات لي يمكن قلوبه، وخلات لي يمكن التعاليق ديالها. كنقول لك اختي شكرا لك على الكونطات اللي دخلوا عندي، شكرا لك. كيف قلت لكم الغزاله ديالي، سمحوا لي كنقطع معاكم، درت تليفون اختي في الشارج، غادي يسكت لي البنات، وكانت وقعت لي، جيت كنمونطي واحد النهار وسكت لي، وعقب تعاودت المونتاج، وانا دابا معطله لكم في المونتاج البنات، حيت كنت مشيت خرجت قضيت واحد الغرض هكذا، كسيت البنيات راكم عارفين، ومع دابا الدخول المدرسي ومع العيد البنات راكم عارفين. المهم دابا نرجع نهضر معاكم ان شاء الله. ايوا كنشكر كاع الكونطات اي اف اف اللي قالت لي روتيناتك زوينه كتعجبني قناتك، ربي يخليك حبيبه ديالي، وشكرا لك اختي على التعليق ديالك وعلى الكلمات الزوينه. اختي الله يعطيك اختي قصر في الجنه، الله يحفظك ليا، والله يخليك ليا، والله يخلي لك اختي الوليدات ديالك والصحيحه ديالك يا ربي. وشكرا الامان اميره حتى هي خلات لي القلوبه، خلات لي التعاليق، كثروا لي التعاليق، شكرا للبنات اللي كيكثروا لي التعاليق، الله يحفظكم ليا جميع الكونطات. راه البنات راه دابا عرفتوا، راه غير كان بعض المرات غير كنقيد الكونطات اولا كنعقل عليهم هكذا. ما تقلقوش مني الا ما جبتش هكذا شي اخت هكذا خلات لي شي تعليق، اولا خلات لي شي قريب، اولا شي اموجي، شكرا لكم، الله يحفظكم ليا كاملين البنات. والاخت احمد طنجي متتبعه راه وفيه البنات، راه كتدخل عندي حتى هي من طنجه، وسميتها نبيله، ربي يحفظك اختي، ربي يخلي لك اختي الوليده ديال، قالت لي راه عندي انا ام لاربع اطفال، الله يخليهم لك حبيبه ديالي. وقالت لي راه دابا هكذا ما عندهاش الويفي، ان شاء الله ترجع الويفي ان شاء الله، وغتبقى زعما تخلي لي التعاليق ديالها. دابا البنات راه قالت لي كنمشي غير عند، كتمشي هكا غير عند ماماها، كنشارجي هكذا الفيديوهات ديالي باش كتفرج فيا. كنقول لك اختي سيري اختي الله يعطيك قصر في الجنه، كيما كتفرحيني كتبغي اختي تفرجي فيا وكديري لي المشاهده، بغيت ربي يحفظك، بغيت ربي يجازيك بالخير، بغيت ربي يوقف معاك في اي حاجه مع وليداتك، الله يسهل على وليداتك، والله يخليهم ليك يا ربي، ويخلي لك اختي مولا دارك، ويخلي لك العائله ديالك كامله. شكرا والله الا شكرا لكم البنات بزاف بزاف، الله يحفظكم ليا. والله واخا كنشكركم، راه الشكر ديالكم راه اش غنقول لكم، راكم فوق الراس، كنبغيكم احبكم في الله كاملين البنات، الله يحفظكم ليا كاملين، ما تقلقوش مني لا الامهات ولا البنات، الله يحفظكم ليا. والله اختي ما كرهت انا الفيديو، كون في ما اختي المونطي نبقى اختي نجبدكم اختي، واللي خلات ليا شي تعليق نخليه ليها اختي، ولكن ما عنديش اختي التليفون باش انني نبقى انا المونطي معكم، ونبقى نقلب وندير لكم التحيه ونشكركم ونقرا لكم التعليق ديالكم اللي خليتو ليا، ونخلي لكم السميه ديالكم ديال الكونطات. والله ما كرهت اختي، والله ما كرهت، ولكن والله يا كان عرفتو بعمرات كنقيد هكا في ستيلو ورقه، نقول البنات يجيبوا لي الورقه، جيبوا لي ستيلو، خليني نقيد باش نعقل، والله الا البنات. ومهم الكونطات اللي كيخلوا لي القلوبه، والله الا راكم في القلب، والله الا شكرا لكم كاملين، حتى الناس اللي ما كيكتبوش، الناس مساكن اللي ما كيعرفوش، راه حتى نتوما كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده ديالكم، ربي يجازيكم. والله البنات الا كيعجبني ندعي معاكم، وشوفوا انا راه داكشي اللي على قلبي راه كنقولوا، راه علي على فمي اختي راه كنقول. شوفوا دابا راه ملي كنجي نمونطي معاكم راه حتى في الهضره كنتزاكر يا اختي. المهم اخواتاتي الغزالات، ربي يحفظكم ليا، كندعي معاكم من قلبي، وبغيت ربي كاع يا اختي اللي دعيت معاها، بغيت ربي يحفظها، بغيت ربي يحقق ليها كاع داكشي، بغيت ربي يوقف معاها، بغيتكم كاملين، ربي يحفظكم ليا.
ايوا هذا الشيء اللي كاين. وواحد الاخت يوميات مريم في الباديه حتى هي شكرا ليك على على الكومونتيرات الزوينه. ما عرفتش واش خليتي لي يمكن شي تعليق سولتيني فيه ولا ما نعرف. المهم ما عرفت البنات. وواحد الاخت غفران عندها الكونت غفران سمعتني هضرت على السكر وعلى الكسكسو قالت لي اختي غير ما تاكليش القرعه وخيزو. انا كما كان انا كما كنضرب بالقرعه وخيزو بعدا. انا شنو كيعجبني في الكسكسو البنات كيعجبني المكور وكيعجبني اللفت. اختي راه كتشوفوني دابا اللفت راه كنكثر وراه انا اللي كناكلو وكتعجبني القرعه الخضراء. هادو راه البنات راه كلهم زوينين للناس اللي مانيين السكر. وانا سبحان الله البنات راه كيعجبني راه خيزو راه ما كندوش به راه كنديرو على ود بناتي القرعه الحمراء. والله اختي ما كناكلوها على راجلي ما كياكلوش انا ما كناكلش القرعه الحمراء حيت البنات يكي عليها الزيت من نقدر نهز واحد منها واحد شويه وصافي غير كنديرها هكذا باش تعمر لي اختي الكسكسو صافي. ودعاء كتاكل لي القرعه الحمراء راه كتشوفوني بعماس كندير غير شي طريف صغير ولا نقدر ندير غير جوج طروفه. المهم ما عنديش مشكل في القرعه الحمراء. انا اللي كناكل المكور اختي واللفت اختي والقرعه الخضراء هادو راه كنحمق عليهم انا في الكسكسو. وهادو البنات هاد الخضر اللي قلت لكم اللفت المدور واللفت الصفر واللفت الطويل راهم زوينين الناس ديال السكر من راه زوينين هكا تسلقيهم وتاكليهم ديري فيهم غير شويه البزار شويه الملح الزويته بلديه وكتبخريه هكذا مع بطاطا. المهم كديري كتخلطي كلشي في الكسكس وكديري ولا كديري شي لحيمه ديال الدجاج. المهم انا البنات انا والله الا كنت كندير الريجيم صراحه واخا هكا كندير الريجيم ولكن السكر اختي ما كيبغيش يعني ماشي كيطيح بزاف بزاف وصافي. ممكن ناكل الاكل ديالي عادي وصافي وكنوض يا اختي مقعده وصافي. المهم عندي البره ديالي كندقها وملي كنشوف راسي راني هكا كليت مثلا الحلاوه ولا شي حاجه راه كندق البره كنزيد في العبارات. ايوا هادشي اللي كاين ماما خيزو كنديرو على ود بنياتي كيبغيوه. ايوا صافي هنا راه كنت خليت لكم طلقت لكم هنايا. المهم هنا راه نصبت معاكم الكسكسو وهذا وقطعت الخضره وهنا راه كنطرق القران يا اختي راه كنشقاو طارق القران راه اختي واحد الراحه النفسيه يا اختي والله الا راه نهار الجمعه راه ضروري كنطلق انا سوره الكهف. عودوا تلقوا سوره الكهف راه زوينه كتحميك اختي راه كتحميك من جمعه لجمعه عاوتاني الا صليتي من الجمعه لجمعه راه حتى هي ماشي غير تصلي غير الجمعه صافي لا البنات صليوا اختي الصلاه ديالكم ونهار الجمعه راه كتحميكم. الصلاه راه الا كنتي مداومه على الصلاه راه كتحمي اختي من شحال من حاجه كتحمي. ايوا هادشي اللي كان كنشكر اختي غفران اللي قالت لي كولي لا ديتيها في الطبيب حتى حاجه ما غتاكليها. والله البنات ما كذباتش راه نهار اختي مشيت للطبيب انا راه ملي عطاني ديك الورقه ديال الريجيم راه بقيت كنبكي راه حيت ما نقدرش اختي ندير الريجيم بصراحه نجيكم الصراحه ما نقدرش ندير الريجيم. المهم كناكل السكر كنقصو من اتاي كنراكس هكذا اتاي ما كنشربوش مسوس. الخضره كناكل الخضره ديالي بحال دابا الكسكسو راه كناكل غير القرعه الخضره اللفت المكور هادو راهم زوينين للمويه السكر. المكور كعرا زوين تاكلي ديري بحال شكل الشلاضه وتاكليه. المهم والماكله ديالي عاديه البنات. ما وبالنسبه للخبز خصك تنقصي الخبز الا كان عندك الشعير راه تاكلي الشعير هكا تصوبي هكا في الدار اولا تشري كاع مثلا خبيزه ولا شي حاجه. وانا ما عنديش اختي مع الشعير ما عنديش معاه والله ما عنديش مع راجلي كيبغيه ليا بصراحه كيقول لي ديري وكنعرف ليها البنات كنعرف اكل الخبز هكا ديال الشعير ولكن باش انا ناكل راه ما ناكلوش اختي. ايوا هادشي اللي كان كنشكر اختي غفران كنقولها شكرا لك اختي على التعليق ديالك والله يحفظك اختي. شكرا كاع البنات اللي دعاو معايا بالشفاء العاجل قالوا لي الله يشافيك اختي من السكر شكرا لكم كاملين. وكنشكر حتى الاخت ام رمزي اللي من الجزائر كنقول لك حبيبه ديالي شكرا لك على الوصفه قالت لي ديري هذاك الورق ديال الزيتون وديري هكذا في المعرف فراسي اختي والله حتى فراسي. ولكن حنا هنا الداخله ما عندناش ورق الزيتون ولكن راه كاين عند العطاره ولكن ما كتيقيش داك الورق واش المهم ما عمرني درت هذه الوصفه هذه. غادي نشوف نقول راجلي يجيب لي الورق هكا الا كان مسافر شي نهار يجيبوا لي نبقى نديرو هكذا مع الماء سخون ولا نديرو كعنا مع اتاي ما عنديش مشكل ونشوف ان شاء الله. المهم راه كاين وصفات بزاف البنات كيطيحوا السكر القزبر اليابس بزاف بزاف غير خاصك غير تنظيم في الاكل ديالك غير ما تفرطيش في الحلاوه وصافي.
ايوا شكرا لكم، شكرا اخت غفران، شكرا لك حبيبه ديالي، وشكرا لك اول مره دخلت عندي. البنات اللي دخلوا عندي اول مره والله حتى مرحبا بكم والف مرحبا، نورتوا اخواتاتي القناه ديالي، وبغيت نشكركم كاملين كاملين الله يحفظكم ليا. هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله نكون هكذا يعني جبت البنات اللي خلاو لي التعاليق، واللي ما جبتهاش ان شاء الله نجبدها في الفيديو الجاي ان شاء الله، علاش لا. وتحيه لكم فين ما كنتوا حبيبه ديالي، تحيه لكم من طنجة اختي حتى القويره، وتحيه للناس الجزائر، تحيه للناس التوانسه، تحيه الاخت فاطمه من تونس، تحيه لك حبيبه ديالي، بغيت ربي يحفظك ليا، ديما معايا، ديما مسانداني حتى هي، ديما كتخلي لي التعليق ديالها. ايوا الله يحفظك ليا اختي من تونس، تحيه لك اختي من المغرب حتى لتونس، تحيه للناس التوانسه الغزالين، الله يحفظكم ليا، والناس ديال الجزائر، الناس المصريين حتى نتوما، شكرا لكم على التعاليق ديالكم. الناس المصريين اللي كيدخلوا عندي، البنات المصريات، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. واحد الاخت هو من مصر كيدخل عندي، حتى هو كنقول ليه مرحبا بك، تحيه لك من المغرب حتى لمصر، وتحيه للدول العربيه كامله، فلسطين، السعوديه، الامارات، كاملين كاملين الدول العربيه ديالنا، تحيه للناس الجاليه المغربيه حتى هي ديالنا، راه عندي البنات من الجاليه كيدخلوا عندي، بغيت ربي يسهل عليكم الله يحفظكم. ايوا اختي الناس اللي في الجاليه الله يجازيكم بالخير، جاكم اختي الاشهار عافاكم، هي ما خليوه لينا يدوز، الله يجازيكم بالخير، خلونا الاشهارات هكذا يدوزوا باش هاد القناه نستافد منها بعد شويه، الله يحفظكم يا ربي. الناس يا اختي الجاليه الله يحفظكم، شكرا لكم على المشاهده ديالكم، وعلى القلوب اللي كتخليو ليا، وعلى المهم راه ملي كيدخلوا عندي راه كيخليو ليا يعني كيخلوا لي التعليق، وكيخلوا لي زعما شمن مدينه، ها اسبانيا، ها طاليان، ها المانيا، ها كندا، والله حتى مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا لكم، تحيه لكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا وصلتوا بخير وعلى خير، ودوزتوا العطله ديالكم مزيانه. صافي دابا اختي العطله راه سالات يا اختي، صافي جا وقت المدرسه والنظام الوقت والله. ايوا هذا هو الكسكسو، ديما كنشاركوا معاكم، درتوه البنات باللحم، راك شفتوني، شوفوا هنايا دعاش كدير هنا، راه شديتها على غفله في راسكم، كيعجبها هي داك البلول اللي كيشيط، شوفوا اش كدير، شوفوا راه كيعجبها داك البلول اللي كيشيط البنات، كيعجبها هكا تشربوا. ايوا شديتها على غفله. المهم هذه هي القصيعه ديالي شاركتها معاكم، نتمنى ان شاء الله هكا تكون عجباتكم. راه عندي الضيافه البنات، راه عندي الضيافه هاد الايام، عندي الضياف. المهم هذه هي القصيعه ديالي البسيطه يا اختي البسيطه. ايوا صافي، وتغدينا وارتاحين، وارتاحيت هكذا شويه، مشيت اختي نعسر، كي قلت لكم البارح راه غير تغديت اختي، ومشيت يا اختي جبدتها برقده، لانني كندوخه البنات، راه واخا ما كناكل لا خيزو لا قرعه حمراء لا حتى شي حاجه، راه اللي كناكل هو اللفت وهذا وليشو هو المكور والقرعه الخضراء، صافي هادو هما اللي كناكل كاع. ايوا هادشي اللي كاين، كنغلق يا اختي في الكسكسو، واش غادي ندير اختي، راه عزيز عليا الكسكسو، انا كنصيفو اختي راه نديرو نهاري نهارده والله كيعجبني. صافي قلت لكم نعست واحد شويه البنات، ارتاحيت، كنعطي الراحه لراسي، صافي كندوخ البنات والله، الا كنت تشوفوني تضحكوا عليا، كنصيب لي كتجيني واحد الدوخه البنات، راه اللي يجي كب عليا الماء زعما راه بحال صافي كندوخ، صافي معين هي كيبقاو يتسدوا. ايوا اش غادي نديرو، لا اله الا الله، والله يشافي الجميع، الله يشافي الجميع، اللي مريض الله يشافيه ويعافيه، وفي قريب العاجل ان شاء الله. هادشي اللي كاين، كي قلت لكم صافي غير فقت عجنت هكذا المخيمرات، واحد الاخت خلات لي يوميات مريم في الباديه، عاد تفكرت انا ملي شفت المخامر اختي عاد تفكرتك. المهم هي عندها قناه دابا، ندخل عند اختي الحبيبه. المهم سمحوا لي البنات اللي ما دخلتش عندكم اختي، عندي الضياف والله، البنات اللي معايا في الواتساب راه عارفين اختي، عارفين، وكنصور ليهم. المهم واحد الاخت كنهضر معاها في الواتساب مجيده، المهم راه كنصور لها وكنقول لها اختي عندي الضياف وهذا. ايوا المهم انا ما دخلتش عندكم ولا شي حاجه، غير عذروني وصافي، عندي الضياف اختي، شي خير راه مشى، ولكن عندي الضياف اختي، راه كيجيو عندي الضياف هكذا، ومعنا واحد الضيف اختي الكاوري، كي قالت احمد الكونت لي احمد من طنجه، قالت لي واش باقي عندك الكاوري، باقي عندي اختي، باقي عندي الكاوري، يلاه مشاي اليوم. ايوا هادشي اللي كان، هادشي اللي كنغبر البنات، راكم عارفين هالغدا هالكسكروط هالعشاء ضروري. وهنا درت مخيمرات اختي، قالت لي يوميات مريم في الباديه، دخلوا عندها، دخلوا عندها البنات الله يجازيكم بالخير.
اللي كتبغي القناه يوميه ام الاء دخلي عند اختي الله يجازيك بالخير مسكينه. يمكن يلاه بهذه القناه ديالها الله يسر ليها يا ربي ويسهل جميع القنوات. والله البنت كان مكرت اختي القنوات كامل مساكنه يطلعوا الله الله يحفظكم. وشكرا لكم حتى نتوما صحابه القنوات والله حتى شكرا لكم والله يحفظكم حتى نتوما والله يخلي لكم اختي وليداتكم والله يسهل عليكم في القناه والله يحفظكم. نتمنى ان شاء الله كلشي يطلع ان شاء الله كلشي ما كرهناش يا اختي. ايوا هادو من الخيمات قالت لي شي نهار شاركيهم معنا. واخا اختي دابا نشاركهم معكم راني انا فايته مشاركاهم معكم ولكن راه كل جمعه راني كنديرهم وبعض المرات ماشي غير الجمعه اللي كندير ما كنديرهم ملي كنشهاهم خصوصا راجلي كيعجبوه المخامر. وهنا ما سالتني البنات الزيت البلديه صافي اختي درت غير الزبده وشويه ديال العسل واحد العاشق ديال العسل ديال الحره اختي ماشي العسل العادي ماشي حره البنات تقولوا راه حر نيت راه غير هو ديال الماكله كيكون كاين اللي كيدير 2600 كاين اللي كيدير 3000 كيتباع بحال هكا فهمت ولكن ماشي داك حر حر. المهم درت منه غير واحد العاشق وصافي وهذا وروحت به هكذا المخيمرات جاو غزالين تايشهي. ودابا ان شاء الله نشاركهم معكم العجينه ديالو كلشي كيفاش كندير له. هادو البنات ماشي مخامر ماشي كيخمروا هادو كيخمروا غير في القصعه وصافي وكتبدا تلوي وكتبقاي طيبي صافي ما كاين لا عجني ولا خمري ولا حتى شي حاجه يخمروا على جوج مرات لا. هذا حنا كنقولوا له الشيار كاين بوشيار كيكون جاري حتى هو كيطيب بالزيت وكاين هذا الشيار. حنا راه المناطق الاطلس جيت خنيفره مهم جيت بني ملال ومهم انا راه من بني ملال البنات داكشي علاش كنديروهم بزاف جيت خريب كاع بني ملال واد زم المهم كاع دوك المناطق راه كيديروا هاد الشيار هذا. ايوا البنات هنايا العشيوه اختي درت لهم لادان شويت هكا لادان. المهم هنايا راه شديت لكم غير واحد اللقيطه ما بغيتش اراجعكم الفيديو شويه طويل صافي هكذا شويت لادان. المهم درت لهم العطريه ديالهم وصافي وشاركتهم معكم وصافي ما شاركتش معكم هكا كيف جرت لهم ان شاء الله دابا نديرهم ان شاء الله ونشاركهم معكم يعني شنو الطريقه كيفاش كندير لهم. انا ما كندير لا ربيع لا حتى شي حاجه كندير غير العطريه البزار الكمون شويه التحميره شويه ديال الخرقوم صافي وهذا والحامض صافي البنات وكنشلط بصيله. ايوا هذا هو الفيديو ديالي نتمنى ان شاء الله يعجبكم وبسلامه عليكم نجيكم ان شاء الله فيديو